عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه عالم ندى. اليوم البنات باغا نهضر لكم على واحد الكحول اللي رائعه ومفعول ديالها رهيب. صراحه انا البنات جربتها وعجبتني بزاف وقلت نشاركها معكم. قبل ما نهضر لكم على الفوائد والمنافع ديالها البنات، كنتمنى تدعموا القناه بالاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. هاد الكحول كما كتشوفوها البنات في اللورغا هي مختلفة بزاف على لي زيكخون الاخرين، بحيث هي ماشي غير كتحمي من اشعة الشمس بمعدل حماية عالي، بل كذلك كتساعد على تفتيح لون البشرة، كتساعد على تفتيح لون البشرة، وكتحتوي على مضادات الاكسدة اللي كتحمي الجلد ديال البشرة من التلف. هاد الكخون البنات عجيبة والمفعول ديالها رائع جدا. انا اكتشفتها بالصدفة وجربتها وعجبتني بزاف، كتصلح لجميع انواع البشره. وكما قلت لكم في الاول هي ماشي غير كتحمي من اشعه الشمس، بل كما كنقولوا هي فيها ربعه الحوايج في واحد. هي ماشي غير كتحمي من اشعه الشمس بمعدل حمايه عالي اللي 50%، كما كتشوفوا هي اونتي اج مضاد للتجاعيد، اونتي طاش مضاد للبقع السوداء والبقع البنيه اللي كتكون في الوجه، وكذلك هي كتعمل ككريم مرطب كترطب الوجه، كترطب بشرة الوجه. وبدل ما نشريو هاد ربعة كلهم، هي مجموعين فيها بربعة بيهم، والثمن ديالها مناسب كيف كاع لي زيكخون الاخرين. كتحتوي كذلك على واحد لاسيد اللي كيستعملوا اطباء التجميل والجلد في زيادة من الرطوبة ونضارة البشرة. كتصلح لجميع انواع البشره هاد الكرون. صراحه هاد الكرون البنات انا جربتها وعجبتني بزاف. كتصلح لجميع انواع البشره، كتصلح للبشره الحساسه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه. انا البنات ما كنديرش ليها اشهار، انا جربتها وعجبتني وقلت نشاركها معكم. كنتمنى تستافدوا من هاد الفيديو ديال اليوم البنات، وتشاركوه مع الاصدقاء والعائله لكي تعم الفائده. وشكرا حبيباتي على الدعم، شكرا على التشجيع، شكرا على المتابعة، ومع السلامة إلى وصفات أخرى بإذن الله.